من برنامج المرأة الفاضلة. الوحدة، وحدانية الروح، في حاجة اسمها الوحدة. الوحدة في البيت، الوحدة في الشغل، الوحدة بين الطوائف، الروح الواحد. لكن العدو بيجي وعايز يسرق الحتة دي. فواحد عايز يسرق، واحد عايز يحافظ. في جهاد، في جهاد في البيت. لما نلاقي حاجة هتلخبط الوحدة في البيت بينا، اتنازلي، اتنازل، نجتهد في اننا نحفظ وحدانية الروح برباط السلام. لان لو انا رأيي وانت رأيك وابتدينا نختلف وكل واحد ليه رأيه، ايه اللي هيظهر؟ الدنيا باظت، مفيش سلام، والكبرية تطلع، والأنا تطلع، وده بيقول على رأي إيه، وده بيقول على رأي إيه، كل واحد عايز يثبت نفسه إيه.